الترقب والعيون التي تحدق واندفاعات جميلة للجيادة المستوردة عمر 3 سنوات وأكثر على جائزة ناصر بن عبد الله بن شامان مليحي من أهالي الدرعية، وقيمة الجائزة 100,000 ريال على هذه المسافة الماراثونية. يبدأ في الصدارة سمر فري إلى الانطلاقات السريعة، ووتيد القادم من بريطانيا في المرتبة الثانية، والمرشح اند لبلنك يأتي في المرتبة الثالثة، مع أيضا متى في المرتبة الرابعة. ولكن هل يتمسك بالصدارة سمر فري للمرتبة الأولى ليحافظ عليها؟ لأن الانتصار يحتاج إلى المواصلة. وكذلك محرر القادم من بريطانيا يأتي في المرتبة الرابعة، ويبدأ بالتحرك اندليبلينك الآن إلى المرتبة الثانية. هذه أزمان اندليبلينك، وهذه أوقاته، وهذه تحركاته في ال 400 متر الأخيرة. يبدأ اندليبلينك في المرتبة الثانية، يحاول أن يتخطى الجياد ويتجاوز المنافسين، وسمر فري تأتي الآن في المرتبة، يأتي في المرتبة الأولى، ولكن اندليبلينك يدخل بهدوء إلى علامة ال 400 متر الأخيرة. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، يدفعه خوسي كامبوس، يبدأ اندليبلينك إلى المرتبة الأولى، ولكن فورزن فورس يأتي بالدخول، فورزن فورس إلى المرتبة الأولى، إلى الصدارة. وكذلك اندليبلينك، يبدأ فروزن فورس بالشعار الأخضر، عبد الله الفيروز يبدع بدفع فروزن فورس إلى المرتبة المتميزة والرائعة على خط النهاية.